أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مستشارك القانوني. الحقيقة النهاردة هنتكلم عن موضوع له أبعاد كتير، مش بس البعد القانوني ولكن كمان له البعد الاجتماعي. من فترة يمكن مش بعيدة كنا بنشوف بعض المجتمعات العمرانية اللي فيها بعض المشاكل، وده كان بيعبر عن عدم وجود عدالة اجتماعية. يعني كنا ممكن نلاقي بعض الناس من المصريين عايشين في بعض الأماكن السكنية الغير جيدة التهوية، غير الصحية، ما فيهاش طرق ممهدة، بتفتقر إلى كثير من الخدمات والمرافق والبنية التحتية. ولكن الحقيقة الفترة دي وخاصة في الست سنوات الأخيرة حدث طفرة كبيرة في المجتمعات العمرانية، والطفرة دي جت لصالح المواطن اللي شعر فيها انه فعلا بياخد حقه ونصيبه اللي بتكفله الدوله، وخاصه حقه في العداله الاجتماعيه. من ضمن الحقوق اللي اكتسبها المواطن هو الموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده، وهو قانون الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري. الحقيقه القانون ده جاء لصالح المواطن بنسبه كبيره جدا، وحوالين هذا القانون والكيان الذي أنشئ على هذا القانون كثير من التساؤلات المرتبطة بالمكتسبات التي حصل عليها المواطن خلال الفترة الحالية. حول هذا الموضوع سوف يعني يجيب على تساؤلات قانون الإسكان الاجتماعي والدعم التمويل العقاري المستشار عبد الله احمد الطباخ، المحامي بالاستئناف ومجلس الدوله. بنرحب بحضرتك. اهلا بحضرتك سعاده المستشار. اهلا بحضرتك. الحقيقه حضرتك النهارده يعني هتجاوب لنا عن الشق القانوني، ولازم نتطرق كمان عن البعد الاجتماعي بصفتنا مواطنين في هذا المجتمع ومتاثرين بكل الخدمات اللي بتوفرها الدوله من اجل رفاه هذا المجتمع ويعني تحسن نوعيه الحياه بالنسبه له. فالحقيقة زي ما حضرتك شاهد وكلنا شاهدين في طفرة كبيرة في المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، بدءا من العاصمة الإدارية الجديدة للمدن الظهير الصحراوي على مختلف المحافظات والساحل الشمالي مدينة العالمين، وكمان علاج لمناطق العشوائيات اللي كانت بتمثل تهديد وفيها خطورة كبيرة على قاطني هذه المجتمعات. فعايزين حضرتك نطرح رؤية ونلقي الضوء على مميزات قانون الإسكان الاجتماعي وكيفية الاستفادة منه. فنبدأ مع حضرتك بطبيعة الإسكان الاجتماعي. تمام يا فندم. هو طبيعة الإسكان الاجتماعي إن هو عقد بيبقى من ثلاث أطراف مش من طرفين، اللي هو صندوق التمويل العقاري وطبعا المشتري والممول، الممول اللي هو البنك، بيدخل فيه بنك وبقى بنظام ان بقى اقتصادي شويه عن الاول، وما بقاش حاجه مدعمه خالص، بقى برضو في جزء كبير جدا ان هو بيتحمله المشتري، بحيث ان الوحدات تتوزع على جميع الناس. اللي يبقى فيها تراعي البعد الاجتماعي والعداله الاجتماعيه. طبعا طبعا، واللي هم خصوصا اللي هم منخفض الدخل. وطبعا القانون هنا كمان منع الاتجار في الحاجات دي، لان معظم الاسكان اللي قبل كده او الانظمه اللي قبل كده المختلفه كان بيبقى فيها اتجار كتير جدا. يعني لو قلنا يا فندم القانون حدد الفتره المسموح بيها ان المواطن يتعامل بالتجاره في الوحده السكنيه اللي يعني ممكن يحوزها، دي فتره بعد قد ايه؟ بعد كام سنه؟ بعد 5 سنين من استلامه للوحده. بعد 5 سنين من الاستلام. من الاستلام مش يجوز من لي التعامل. يجوز لي التعامل، يجوز لي البيع او الايجار، لكن قبل كده ما يجوزش لي. وبنصوص قانون، يعني القانون اللي هو رقم 93 لسنه 2018، ده حدد للمشتري اختصاصاته ايه بالظبط، وايه النظم اللي يقدر يمشي عليها وما يتعداهاش. طب ايه الاليات يا فندم اللي حددها القانون اللي بتخلي ما يتمش البيع او استغلال المكان السكني لنشاط اخر؟ يعني هل القانون محدد اليات معينه لضمان احتفاظ المواطن باستغلال المكان السكني فقط خلال فتره الـ5 سنوات؟
طبعا ده بنص القانون وبنص المادة 4 من القانون 93 لسنة 2018، يلتزم المنتفع بوحدة سكنية بالسكن هو فقط، تمام، ولا يعني يلتزم بسكنها هو فقط هو وأسرته، ولا يجوز التصرف فيها أو التعامل عليها إلا بعد مرور 5 سنوات من استلامه للوحدة. يعني لو راح الشهر العقاري وحول السكن، ما يعني في هذه الحالة ممكن ايه اللي يحصل؟ المادة 5 من نفس القانون جرمت الموضوع ده بالنسبة للشهر العقاري، لا يجوز التسجيل ولا يجوز إبرام العقود ولا يجوز أي تصرفات ولا يجوز التوكيلات كمان، يعني لا يجوز حتى إن الشهر العقاري يعمل توكيلات على الوحدة دي، سواء كانت توكيلات خاصة أو أي نوع من التوكيلات، ولا يجوز إثبات هو التاريخ. جميع مكاتب الشهر العقاري على علم بهذا طبعا القانون. طبعا ده قانون، طبعا قانون، واللي بيتعرض اللي بيعمل أي حاجة زي كده كمان بيتعرض للمساءلة الجنائية بعقوبة تصل إلى الحبس وغرامة 100,000 جنيه وحد أدنى 50,000. طب ده ده في حالة اللي حابب يعمل تنازل أو بيع رسمي، لكن في بعض الأحيان زي ما حضرتك عارف بيحصل تحايل لحين انقضاء المدة، يعني ممكن التنازل يبقى عرفي أو بعقود عرفية لم تسجل إلا بعد انقضاء الفترة، فهل في آلية لضبط هذا الأمر ولا يعني الأمور ممكن تبقى مش واضحة؟ هو طبعا في ناس كتير طبعا في الجهاز والاجهزه وفي اجهزه المجتمعات العمرانيه كلها خدت الضبطيه القضائيه، وبقى في تفتيش دوري جامد جدا بالنسبه للموضوع ده، ما بقاش زي زمان، وفي محاضر كتير بتتحرر للناس. يعني الجهاز نفسه او الهيئه الصندوق نفسه في بعض موظفي الهيئه معاهم الضبطيه القضائيه بالتعاون مع وزاره العدل وبتعمل على ضبط المخالفين. طبعا طب ناخد اتصال من الاستاذ محمد. الو، اهلا بيك استاذ محمد. اهلا بحضرتك. معانا الاستاذ عبد الله الطباخ، لو حضرتك حابب تساله. انا والله انا مبدئيا حابب ان انا اسال، لو انا استلمت الوحده بتاعتي وفي خلال 3 أو 4 سنين تم تاجير حاجه زي كده، العقاب القانوني عليها او ايه الوضع القانوني في نقطه زي دي؟ يعني حضرتك استلمتها واجرتها لاخر خلال الفتره دي؟ مثلا انا لا ما عملتش ده، بس ما كنت عملتش. حابب اعرف لو انا عملت حاجه زي كده، الاستاذ عبد الله يفيدنا بعلمه برضه ويقول لنا ايه الوضع القانوني في نقطه زي كده. تمام، شكرا استاذ محمد، تابع الاجابه من خلال الشاشه باذن الله. يعني نفس النقطه اللي بنتكلم فيها الاستاذ محمد وهو متابعنا بيقول انا مش هبيع ولكن ممكن استغل الوحده السكنيه في الايجار، استاجرها لاخر، هي هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، نفس البيع بالظبط، القانون تناول الموضوع هنا بنفس البيع، يعني الايجار سواء بالبيع او اي عقود تانية كانت الناس بتعمل عقود استضافه او كل التصرفات، وقال اي تصرف، القانون هنا لما وضح قال اي تصرف، التصرف هنا يشمل البيع، يشمل الايجار، يشمل عقود الاستضافه اللي كانت الناس بتتحايل بيها برضو على القانون. لازم الاسره تقيم في هذا العين، هذه العين مده 5 سنوات متواصله. مده 5 سنين، وطبعا هنا كمان حط بنص الماده 19 من نفس القانون عقوبه جنائيه لمن يتصرف في شقق الاسكان الاجتماعي. ايه هي العقوبه دي؟ العقوبة حبس أو غرامة بتصل ل100,000، والحد الأدنى 20,000 فيها، يعني لا 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 يعني تقل عن احنا 20,000. بنقول استاذ محمد، ويعني اي حد ممكن يفكر في انه يستغل الوحده السكنيه في غير السكن ان اقل عقوبه هي 20,000 جنيه وسحب الوحده وسحب الوحده كمان. طيب لو حبينا نقول ان في كمان قانون الاسكان الاجتماعي مش بس بيوفر الوحدات السكنية ولكن كمان ممكن يوفر قطع أراضي، فهل ما يسري على الإسكان الوحدات السكنية يسري على قطع الأراضي؟ بالضبط يا فندم، نفس الشروط ونفس الضوابط، لأن هي دي حاجات طبعا الدولة بتدعمها كتير جدا في حاجات تانية كتير أحيانا المواطن ما بيحسش بيها، زي طرق وزي منشآت وزي حاجات كتير، المواطن بيبص للدعم اللي هو البسيط اللي بياخده مثلا اذا كان 25,000 او حاجه زي كده، الدعم دوت اصلا ده طبعا الناس اللي هي دخولها منخفضه جدا يعني، لكن طبعا كل ما بيزيد الدخل ما بيدعمش، ففي واحد يقول انا مش واخد دعم، لا انت مش واخد دعم بس في دعم خدته في طرق تانية كتير اللي هو اصلا اتعامل على المدينه كلها، الدعم المدينه كله خدته، مش اللي هو المرافق وكل خدمات البنيه التحتيه، والحاجات خدمات البنيه التحتيه والخدمات كلها طبعا والطرق المؤديه الى هذه المجتمعات.
كل ده طبعا بيوفر بيئة آمنة وصحية لهذه المجتمعات. طيب لو قلنا أستاذ عبد الله إن من له حق الحصول على هذه الوحدات، يعني مثلا أنا وعندي زوجتي وأولادي، هل أستطيع التقدم أو زوجتي تتقدم وتقدم لأبنائي أيضا بالحصول على وحدات سكنية؟ هو طبعا كل ما هو يعني بالغ مش قصر، اذا كانوا الاولاد بالغ فمن حق الاسره الواحده، طبعا الاسره بالاولاد القصر هو شخص واحد، هو شخص واحد، لكن ما اتقدمش الحصول على زوجتي وابنائي بوحدات لا، لو القصر، لو فرض انما للبالغين ممكن يجوز طبعا ما عدا الزوجه. طبعا البالغ لان بياخد بشخصه هو او زوجته الجديده، او هو حتى كاعزب له برضه بشروط معينه، برضه بياخد وحده سكنيه، بيبقى هو كده استفاد منها، والاستفاده هي مره واحده سواء بوحده سكنيه او بقطعه ارض. ولكن ليس من حق الزوجة انها تتقدم للحصول على واحدة سكنية. اذا زوجها خد خلاص. طيب ناخد اتصال من اسماء. استاذة اسماء اهلا بيك. السلام عليكم، عليكم ازي السلام، يا حضرتك يا مرحب، استاذ عماد؟ يا اهلا بيك، يا مرحب. والله البرنامج بتاع حضرتك جميل جدا، واحنا مبسوطين جدا بالخدمات اللي حضرتك بتقدمها لنا والنقط اللي بتوضحها لنا من خلال البرنامج. متشكر لحضرتك جدا، ربنا يبارك في حضرتك، وبشكر حضرتك متابعتك لينا. معانا الاستاذ عبد الله، اتفضلي سؤال حضرتك. انا حابه اشكر الاستاذ عبد الله لانه بيخدمنا في جروب ال 800 فدان، وبيوضح لنا مشاكل كتيره قوي في الجروب بصراحه، وبيساعدنا في حلها يعني. يعني الاستاذ عبد الله بس يعني مش بس بيقدم الخدمات القانونيه، ولكن كمان يعني له انشطه تطوعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ربنا يخليك يا فندم. والله شكرا يا استاذ اسماء، ساعدنا كتير جدا في جروب ال 800 فدان، وجروب تاني كنا عاملينه برضو ال 1185 عماره، وبيوضح لنا نقط كتيره جدا يعني. الراجل شاكرين جهوداته معانا يا فندم. احنا كمان بنضم صوتنا لصوت حضرتك، وبنشكر الاستاذ عبد الله يعني قيمه وقامه في مجال الاستشارات القانونيه. شكرا لحضرتك، ونتمنى طبعا التواصل مع حضرتك بصفه مستمره. ناخد اتصال تاني من الاستاذه سناء. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، منورين. الله يخليك ويبارك فيك، اتفضلي. بشكرك على برامجكم القيمة المفيدة اللي احنا بصراحة بنطلع منها، يعني القناة كلها والبرامج كلها شهادة، يعني شهادة يا أستاذة سناء نعتز بيها، وبتخلينا نستمر بأمانة. دايما ربنا يبارك في حضرتك، والله وإن شاء الله دايما قناة الصحة والجمال بتتناوله. يعني دايما تتناول الموضوعات دايما اللي بتهم دايما كل بيت. الحقيقة بتتناولوا مواضيع جميلة جدا طول الوقت يعني، وعلى طول الحقيقة بنستفاد من حضراتكم. برامج القناة كلها بتقدم المعلومة والنصيحة، اسمع على وبتجاوب على كل تساؤلات متابعينها والسادة المشاهدين، فطبعا إطراء بنشكر حضرتك عليه. اسمع على مسمى الله يخليك ويبارك فيك، وأجمل بكتير والله. ربنا يبارك في حضرتك. هل حضرتك عندك سؤال أستاذ عبد؟ عايز أسأل حضرتك الأستاذ. اتفضلي. أنا سني يعني فوق الستين، وعايزة أحصل على وحدة سكنية، بقالي من سنة حضرتك 1915، معلش من سنة تانية 2015، معلش سوري. مقدمة على شقة ومش عارفة آخد، ودلوقتي أنا بقى عندي 63 ونفسي آخد شقة أو وحدة، ولا أنا ولا عيالي خدنا من البلد حاجة يعني. فنفسي حضرتك إن احنا نحصل على شقة سكنية، أنا ساكنة بالإيجار وصحابات البيت تعبني يا حضرتك، فانا لما كنت تبع الاسكان هبقى مرتاحه، فياريت بعد اذن حضرتك يعني توجهني اعمل ايه يعني. تمام. أنا عندي 63 تمام يا فندم، ان شاء الله ربنا يبارك في حضرتك وفي صحه حضرتك وفي عمر حضرتك، وتتحقق حلمك ان شاء الله باذن الله. والاستاذ عبد الله يعني هيجاوب لحضرتك، فتابعينا من خلال الشاشه باذن الله تعالى. سياده المستشار، يعني كده هنروح لسؤال مهم، وهو اجراءات الحصول على الوحده السكنيه من حيث بقى السن والشروط، ويعني كل الاجراءات الواجب اتباعها للحصول على الوحده السكنيه. هو للاسف الاخت السائله بالنسبه للسن مش هينفع معاها، لان اقصى سن للحصول على وحده طبعا ممكن يعني الزوج بيقدم، لو الزوجه هي الصغيره فهي اللي بتقدم اصغر منه 50 سنه، ف
50 سنه يعني الحد الاقصى للتقدم للحصول على الوحده السكنيه 50 سنه. فاذا كان في حد من ابناء حضرتك يعني طبعا واكيد ان شاء الله اقل من 50 سنه فمن حقه التقدم للحصول على الوحده السكنيه. واعتقد زي ما حضرتك ما قلت ان طالما بالغ فاكتر من ابن ممكن يتقدم بالحصول على وحدات سكنيه باذن الله. ناخد اتصال مدام منى. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ عماد. اهلا بيك يا استاذه منى. انا اسف على ازعاج حضرتك بس حضرتك والله بتقدم لنا معلومات تفيدنا كلنا يعني على طول متابعين حضرتك. الله يخليك ويبارك في حضرتك، متشكر لحضرتك جدا. شكرا استاذ عبد الله على التعب اللي احنا يعني هنساله سؤال وعايزين يجاوب لنا عليه. لا استاذ عبد الله بيرحب، اهلا وسهلا بحضرتك معاك يا استاذ عبد الله. طب انا دلوقتي كنت مقدمه قبل كده ودفعت 9000، كان ساعتها 9000 وطلبوا مني ان انا ادفع بعد كده كل شويه 4000 كل 3 شهور. فما قدرتش اكمل وسحبت، هل ليا الحق ان انا اقدم تاني ولا خلاص؟ سؤال مهم ودقيق ان شاء الله. حابب حضرتك تسال مدام منى حاجه؟ لا لا كده ماشي. تابعينا مدام منى من خلال الشاشه. مدام منى كمان بتقول ان هي يعني سحبت، فهل لها الحق انها تتقدم مره اخرى؟ طبعا، لان هي ما حصلتش على وحده سكنيه اصلا. بالتالي مدام هي سحبت فلوسها طبعا فهي كده ما حصلتش لسه على اي وحده لا هي ولا زوجها. فممكن تقدم تاني الا اذا كان حد بقى من الاسره عندها الزوج او هي طبعا حصل على وحده سكنيه قبل كده، لكن سحب الفلوس ما بي لسه حقها محفوظ بتقديم على وحده سكنيه. طالما اعتقد كمان حتى لو حصلت على الوحده السكنيه وتنازلت عنها في حينها لم تسجل ان هي حصلت على الخدمه، فبالتالي من حقها ان هي تحصل او تتقدم عليها مره اخرى. ما دام ما استلمتهاش. ما دام ما استلمتهاش. او ما اتسحبت، طبعا لو اتسحبت دي حاجه تانية. اتسحبت ده عقاب ملهاش انها تستلم. طب ما دام منى ان شاء الله يعني حضرتك ليك الحق ان انت تتقدمي مرة اخرى وان شاء الله يبقى ليك فرصة في الحصول على وحدة سكنية بإذن الله تعالى. نرجع تاني حضرتك بقى زي ما يعني في سياق ما بالاخوة المشاهدين الاعزاء والاخوات العزيزات ما بيسألوا في الشروط الحصول على الوحدة. مقدم المبلغ على كام سنة بنقدم الاقساط، ايه الاجراءات اللي المفروض تتقدم، هل في مثلا مفردات مرتب، هل في دخل معين شروط للدخل للحصول على الوحده السكنيه؟ طبعا هو دخل اجمالي الاسره ما يزيدش عن 5700 جنيه. ما يزيدش؟ ما يزيدش، لان طبعا وحدات مدعمه ولمحدود الدخل. فطبعا 5700 جنيه شهريا هو ده الدخل اللي الدوله شافته ان هو الحد الاقصى. اقل من كده يجوز، لكن طبعا اكتر من كده ما ينفعش ان هو يقدم اذا كان دخله اكتر من كده. وطبعا بالنسبه للموضوع ده بالنسبه للموظفين بيبقى سهل جدا ان هو طبعا بيجيب مفردات مرتبه وبيقدمها. اما الناس اللي هم اعمال حره طبعا ده بيتجه الى محاسب بيبقى هو فاهم شغله في الحته دي كويس. مش اي محاسب بقى، محاسب قانوني. قانوني محاسب قانوني معتمد. معتمد طبعا. بيحدد له طبعا دخله على اساس برضه معين وبيقدم. وده لان احنا يعني حضرتك برضه واحنا بنقول الدخل يعني شويه بيبقى اشون من الراتب، يعني انا ممكن اكون بشتغل في مكان باخد مرتب ولكن عندي اجمال دخول يعني اجمال رواتب من اكتر من مكان، فاجمالي الدخل بالنسبه لي اصل الدخل بيتحسب للاسره كامله. للاسره مش كامله مش الفرد، يعني لو الزوج والزوجه بيعملوا الاثنين فبيتحسب اجمالي دخلهم، فلو دخلهم هم الاثنين بيعدي ال 5700 جنيه ما بيغطوش طبعا وحده سكنيه. طب هناخد اتصال من مدام سناء ونرجع تاني نستكمل الاجراءات والشروط. اهلا بيكي مدام سناء. السلام عليكم. اهلا بيك. عليكم السلام. بقول للاستاذ بعد اذنك يعني حضرتك لو ما فيش ولاد او زوج يعني انا دلوقتي حضرتك اروح فين ولا اروح لمين؟ يعني انا اللي كلمت حضرتك من شويه يعني اللي هو سن حضرتك 63 عندي 63 واحنا حضرتك وما عنديش زوج ولا اولاد اروح فين؟ مقدمه من سنه 2015 ومش لاقيه حل. يعني ده سؤال انا واحده يعني ربنا يعينها بالظروف يعني بتوسل الى المسؤولين شوفوا لي شقه ايجار وانا هدفع ايجار انا ابقى معاش بس باخد معاش والدي بس عندي استعداد ادفع ايجار. هو الحقيقه يعني حاله حضرتك حاله فريده مدام سناء وان شاء الله من خلال شاشه البرنامج ومن خلال قناه الصحه والجمال بنناشد المسؤولين بتبني حاله حضرتك وان شاء الله يعني تحصلي على الشقه السكنيه باذن الله تعالى. شكرا لحضرتك. يعني في حالات زي كده استاذ عبد الله ولكن اعتقد ان ممكن لها مجالات اخرى ولكن ليست في نطاق الاسكان الاجتماعي او هذا القانون.
يعني ان شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله هنخصص الحلقة لمظلة اخرى من الضمان الاجتماعي اللي بتخاطب الفئات اللي زي مدام سناء بتتكلم عليها. ان شاء الله نلاقي حضرتك حل ونوجه لحضرتك الإجابة بإذن الله. نرجع تاني استاذ عبد الله للشروط. قلنا الراتب ما يزيدش عن 5700، ولكن اكيد في حد ادنى حتى يستطيع المواطن انه يدفع الاقساط. هو طبعا بنظام التمويل طبعا بيبقى فيه دعم من الدوله والكلام ده كله، فطبعا الحد الادنى يعني الدوله استثنت فيه تقريبا 1000 جنيه، يعني حدود دخل قليله جدا. يعني ما فيش حد ادنى للدخل طالما في تمويل عقاري؟ في تمويل عقاري، في تمويل عقاري، ولكن التمويل العقاري ده بيتقدم للبنك، البنك بالمستندات. البنك بقى هو بيشوف طبعا العميل هل هيقدر يسدد الاقساط ديت او لا، وهو اللي بيحدد طبعا، على بيحدد اولا في مقدم بياخده كمان فوق الشروط الثانيه ديت. لما العميل طبعا بيتحول ليه، البنك بيبدا ياخد منه مقدم معين، وما بيقدرش البنك، ده قانون بنك مركزي، يبقى في اجراءات بقى اللي هو الدفع مقدم وحد ادنى. ناخد اتصال من كرم وبنرجع نتواصل مع حضرتك ان شاء الله. كرم اهلا وسهلا بيك استاذ كرم. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام يا فندم. حضرتك انا معايا ستي توفت وكانت طب كانت تاخد اللي هو التأمينات حضرتك؟ حاول تسمعنا من خلال التليفون لان التلفزيون عامل صدى صوت يا استاذ كرم. حاضر يا فندم. ماشي يا فندم. حاضر. طيب حوطت التليفزيون. اتفضل. حضرتك وبعد كده انا يعني معايا امي يعني بتاخد اللي هو بتاع التأمينات دي اللي هو الشؤون الاجتماعيه يا فندم. اللي هو تكافل القرار. يعني كنت يعني تقدم يعني تاخد المكان الشؤون الاجتماعيه تاخد مكان التامينات. تمام. يعني هي تقبض جتي تامينات يعني. فانا قلت يعني ممكن تقدم هي اوراقها وتقبض قبض امها يعني كعائل ليها يعني بدلا من قبض بتاع الشؤون اللي هو قبض صغير يعني لا يتجاوز 500 جنيه يعني. واحنا بنتكلم على استاذ كرم على الاسكان الاجتماعي. ما انا عارف، ما انا يعني استفسار قانوني يعني. طيب يعني حضرتك بتسال سؤال قانوني غير مرتبط بالاسكان الاجتماعي. طيب يعني. طيب لا هسيب مع حضرتك الاستاذ عبد الله ويسال لحضرتك. انا مش فاهم. طيب حاول حضرتك تعيد السؤال تاني عشان الاستاذ عبد الله يركز مع حضرتك. حضرتك معي ستي كانت تفقد تامينات يعني تامينات جوزها يعني. تمام. توفت الى رحمه الله يعني. فدلوقتي بنتها بتفقد شؤون اجتماعيه، فممكن تقدم يعني تاخد قبض امها ولا ما ينفعش؟ تمام. بشكر حضرتك استاذ كرم وتابع الاجابه من خلال التلفزيون ان شاء الله باذن الله. هو يعني الاستاذ كرم بيقول ان يعني زوجته بتاخد مكان والدتها التامينات في كده يعني؟ في التامينات الاجتماعيه. فهل ممكن يعني تاخد مكانها يعني تحل محلها في الشؤون الاجتماعيه الضمان الاجتماعي او الراتب بتاع التكافل وكرامه او لا؟ لا الشؤون الاجتماعيه مش زي التامينات. وبعدين التامينات كمان تاخد لو 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 لو, لو الزوجه دي كانت بتاخد معاش جوزها، فالبنت من حقها تخش على ان ده ان ده معاش ابوها. معاش ابوها. اما لو هو معاش حتى لو كانت متزوجه يعني، انا عارف المعاش لو كانت مثلا ارمل او مطلقه. لا ما هو طبعا مطلقه او ارمله. مطلقه او ارمله. اما الشؤون الاجتماعيه دي فبيقدموا طبعا، واذا كان الشؤون الاجتماعيه شايفه ان هم اصلا حاله مستحقه للكلام ده بيطلعوا لهم هم معاش مستقل بذاته. يعني بتتقدم بالاوراق من جديد، ولو الضمان الاجتماعي او التضامن الاجتماعي وزاره التضامن الاجتماعي درست الحاله ولقت انها من ضمن الفئات المستحقه بتخصص لهم الراتب او الدخل اللي يتناسب معاهم. شكرا لاتصالك استاذ كرم. نرجع تاني يا فندم لشروط الحصول على الشقه السكنيه في الاسكان الاجتماعي. بيتقدم بالمستندات بتاعته سواء كانت مفردات مرتب او البيان اللي من المحاسب لو كان اعمال حره، ومع الاوراق الاخرى المستندات الاخرى اللي هي الخاصه بالبيان الاسره الزوج او الزوجه والاولاد القصر
وبيتقدموا لمين بقى يا فندم؟ يعني الجهه اللي بيروحوا لها عشان يبداوا، يعني عايزين نقول للمشاهدين برضو اللي ما راحوش قبل كده للحصول فيبقى عارفين الخطوات. هي طبعا الدوله بتنزل اعلانات كل فتره، يعني احنا تقريبا اخر فتره كان الاعلان ال 13 وفي الاعلان 14 على وشك يعني ان هو ينزل في الفتره اللي هي كل سنه تقريبا بيبقى في اعلان. من خلال الاعلان ده بتبقى مده حوالي شهر بيحل الناس او شهر ونص مثلا الناس تقدر تقدم فيها كل، يعني الناس تتابع الاعلانات. الاعلانات دي بتنزل في وسائل الجرائد المختلفه طبعا وعبر وسائل الاعلام برضو التلفزيون وكمان على صفحات وزاره الاسكان طبعا، فتتابع بصفه مستمره طبعا. طيب بعد الاعلان، بعد الاعلان حضرتك بيتقدم بمستندات، وطبعا كل اعلان بيبقى له شروط معينه على حسب طبعا طبيعه تغيير الظروف والكلام دوت. فاخر اعلان كان تقريبا بيدفعوا 15,000 في الاول كجديد تعاقد. بيروح لفين يا فندم؟ يعني بيروح لصندوق التمويل العقاري. فين مكان صندوق التمويل؟ هو التقديم كله دلوقتي طبعا هو بيبقى عبر النت عبر الانترنت وطبعا بنك الاسكان والتعمير. بنك الاسكان والتعمير اي فرع؟ بنك الاسكان والتعمير بيقدم فيه، بس هو طبعا سهلت دلوقتي بالتحويلات اللي هي الالكترونيه اسهل بكتير طبعا، يعني وزاره الاسكان في الموضوع دوت وهيئه المجتمعات العمرانيه سهلوا جدا على الناس، بيقدم وبيدفع كل 3 شهور مبلغ. ده كان انا بتكلم على الاعلان الاخير اللي هو نزل الاعلان ال 12، ده كان اخر اعلان نزل، فبيدفع 2000 جنيه كل 3 شهور. كل 3 شهور 2000 جنيه لمده سنتين ونص، وبيتخصص له وحده سكنيه، بيدفع بعد كده بقى ايه مقدم التعاقد مع البنك ما بيزيدش عن 10% من قيمه الوحده. هل الوحدات بمساحات مختلفه ولا مساحه ثابته؟ هو الغالبيه 90 متر. الغالبيه 90 متر. بتبقى متشطبه لا متشطبه. دي فرصه كويسه وكامله المرافق طبعا. وكامله المرافق وبكل حاجه، يعني على المفتاح زي ما بيقولوا على السكن يعني. طبعا والمنطقه بتبقى برضو بيتبني فيها مدارس ومستشفى وكل جميع الخدمات فيها، كل الخدمات وسنتر طبعا يبقى فيه برضو مول تجاري ومركز تجاري يعني طبعا. طيب ناخد اتصال. استاذ سيد معانا؟ استاذ سيد. ايوه يا فندم مع حضرتك. اهلا بيك استاذ سيد من المنيا. يا فندم اهلا بيك. اهلا بيك واهلا بكل اهالي المنيا. الله يخليك يا فندم. معاك بس مع الاستاذ. اتفضل معاك الاستاذ عبد الله. ماشي. ازيك يا استاذ عبد الله؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. بقول لحضرتك يا فندم احنا موظفين في مجلس المدينه من 2013. من 2013 من 2013 لا نزلنا على بند ولا باب اول ولا باب ثاني. المرتبات ما زالت 800 جنيه ومش عارفين. في ناس رفعت قضايا ان هي تنزل على درجه او على بند او على باب اول زي كده. فلو رفعنا قضيه يعني تنفع يعني ولا مش تنفع؟ هل سؤال برضه بيقولوا احنا هنمشي لكم في الاجراءات بس هو انت كده يا استاذ سيد من يعني مثبتين مش كده ولا تعاقد؟ احنا ما زلنا بتعاقد. بتعاقد فمحتاجين يعني ترفعوا قضيه عشان التثبيت. طيب هل هي طيب المحامين اللي بيقولوا ارفعوا قضيه وهنمشي لكم في الاجراءات هل هتنفع ولا ما تعبش نفس ما هي هتيجي كده ولا ايه؟ هل الاستاذ عبد الله لك سؤال على الاستاذ؟ لا مش فاهم برضه السؤال. طيب شكرا. تابع معنا يا استاذ سيد وان شاء الله نجاوب على حضرتك. الاستاذ سيد يعني من المتعاقدين وفي مشكله كبيره من الموظفين المتعاقدين في الجهات الحكوميه المختلفه لانهم بيبحثوا عن التثبيت. فهو الاستاذ سيد بيقول هل يعني الموضوع لو احنا كمجموعه فيما موظفين في مجلس المدينه رفعنا قضيه هل القضية دي ممكن تساعدهم في التثبيت ولا الموضوع خارج عن يعني مش قانوني وما يتعبوش نفسهم كده؟ في سؤال. طبعا بالنسبة للعقد اللي هو اصلا كتبوه مع جهة الادارة، انا طبعا طبيعة العقد اللي هم كتبوه احنا مش معناه صورة منه او مش مطلعين عليه او مش عارفين، فهو طبيعة العقد هو اللي هيحدد اذا كانت القضية بتاعتهم تبقى مقبولة او غير مقبولة. يعني ياخد الاجراء القانوني
على حسب العقد اللي هو حرره اصلا في اول شغله مع جهه الاداره. هو جهه الاداره الجهات الحكوميه طبعا بتدي عقود، يعني بتبقى بيان عمل، ولكن ما بيبقاش محدد المده، يعني ممكن بيتجدد كل فتره يعني. يرفع دعوه. يرفع دعوه. يرفع دعوه بقى له 7 سنين دلوقتي يعني. طيب الاستاذ كرم يعني الحقيقه سال سؤال خاص بالتامينات، وممكن تكون السؤال ما كانش واضح شويه، فممكن الاستاذ كرم عايز يوضح السؤال، بس حاول يعني خليك بطيء في السؤال شويه عشان نقدر نفهمك يا استاذ كرم ونجاوب عليك باذن الله. اتفضل. طيب افندم حضرتك جيت يا فندم بتظبط تأميناتي وزارة، تمام؟ فهي توفت. طيب. معايا ست الوالدة اليوم يعني بتظبط شؤون اجتماعية، تمام معايا يا فندم؟ هو انا بس انا اسف يعني اللهجة مش واضحة بالنسبة لي شوية. طيب حضرتك ما اقول لك امي بتظبط شؤون اجتماعية، تمام؟ فقبضها متدني يعني 300-400 جنيه، تمام؟ فامها توفت بتقبض تامينات حضرتك اللي هي تامينات من عن طريق من جوزها يعني. ست كبيره وكده، فحاليا قدمت ورق عشان تقبض مكان امها، فقال لها ما ينفعش. طيب فاحنا دلوقتي اتفضل مش زوجتي ممكن اي اتفضل. هي يعني اللي هي ستك بقى دي كانت اللي هي جدتك. ستي جدتك المعاش بتاعها ده كان هو معاش هي ولا معاش عن من جوزها؟ تامينات جوزها اللي هو ابو امي اللي هو ابو امك ده تمام. ده معاش من الشؤون صح كده؟ صح من التامينات. من التامينات من التامينات وظيفه. تمام. لا مش موظف هو فندم، ده راجل يعني كان مأمن كان مأمن يعني تأمينات يعني. تمام. عن عمل. والدة حضرتك بقى والدك عايش او زوجها عايش او لها زوج؟ لا زوجها فندم متوفي. جوزها متوفي. من حقها فات. من حقها طيب تاخد معاش. طيب يا فندم من حقها تاخد معاش، مقدمة الورق قالوا لها لا انت ما لكيش حق تاخدي في انت بتقبض شؤون اجتماعيه. طب الشؤون الاجتماعيه يا فندم دخل لا يتدنى يعني 300-400 جنيه لا تصرف في الوقت ده يعني. يعني وكده بتاخد من الشؤون الاجتماعيه، ولكن يعني قالوا لها مش هينفع تاخدي في التامينات عشان ما يبقاش في ازدواجيه في جهات الحصول على ماشي يا فندم حضرتك، ما هي عاوزه تقدم ورق عشان تلغي ده وتاخد بتاع ابوها يعني. يعني هو كده الاستاذ كرم بيقول هي مستعده على استعداد، لان هي بتاخد من الشؤون الاجتماعيه الدخل الاقل اللي هو 300 جنيه او المبلغ المتدني، فهي ممكن تلغي ده وبناء عليه تتقدم للحصول على حقها في المعاش اللي هو التامين. من حقها يا استاذ كرم، وبرضو هنشوف الاستاذ عبد الله يجاوب حضرتك بالتفصيل ان شاء الله. شكرا استاذ عبد الله. لان هي كده حضرتك هي ارمله، تمام، وهي كده من حقها تاخد معاش في والدها. ده معاش عن والدها، فبالتالي ينطبق عليها الشروط، ولكن تلغي عشان اما يبحثوا وراها يلاقوا ان هي ما بتحصلش على معاش من مكان اخر. لو حبينا نقول بقى يا فندم واحنا بنرجع للاسكان الاجتماعي تاني ونقول حقوق واجبات المواطن اللي بيحصل على الوحدة السكنية، ايه هي الواجبات المفروض يتبعها بعد ما يحصل او يستلم الوحدة السكنية بتاعته؟ اول حاجة زي ما اتكلمنا حضرتك قبل كده ان هو يشغلها هو واسرته لمدة 5 سنين، غير كده طبعا ما يجوزش برضو ليه ان هو يتصرف فيها او بالبيع او بالايجار. الاكتر من كده كمان ان في ناس بتاخد الوحدات السكنية ديت بغيت بقى، بس خصوصا اللي هم بيستلموا في الادوار الدور الارضي بالذات اللي هو يعملوا مشروع تجاري او حاجه زي كده. كل الكلام ده الدوله بتحاربه بشده جدا وواقفه ضده طبعا، لان انا مش مديك شقه انك انت تعملها كمشروع تجاري او استثماري او حاجه زي كده، انا مديك شقه انك انت تسكن فيها وكتطور لتنظيم للمكان. لا تغير في شكل الوحده ولا طبعا في شكل العقار ولا تغير النشاط بتاعه. ناخد اتصال من الاستاذ سعيد. معانا استاذ سعيد. سعيده اهلا وسهلا بيك يا استاذ سعيده. ايوه معك سعيد عيد. فايده اهلا وسهلا بيك، معاك اتفضلي.
اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يا مرحبا، ممكن تسالي استاذ عبد الله؟ انا ساكنه في البحيره حضرتك، واحنا اسرتين حريم، يعني راجل واحد وهو توفى. ايوه معاكي. حضرتك والبيت بتاعنا هاي للسقوط، انا بترجى من حضرتكم تطلعوا تشوفوا الوضع بنفسكم، انا مش عايزه فلوس، انا عايزاكم تطلعوا تشوفوا العيال اليتامى دول وتشوفوا الحاله بتاعتهم حضرتك، وانا راضيه باللي انتوا تعملوه. تمام. طيب هل في مفيش امكانيه ان حضرتك تتقدمي للحصول على الوحده السكنيه من الاسكان الاجتماعي؟ انا عايزه مش طالبه غير ان هم يطلعوا يشوفوا حضرتك البيت، احنا بيت عيل الزهور، مش طالبه غير ان هم يطلعوا يشوفوا البيت حضرتك، يفدوا يبنوا لنا مكانهم اوضتين للعيال اليتامى دول اللي انت حضرتكم شايفينه. صح، لكن هو البيت ملك يا حاجه فايده. ايوه البيت ملك حضرتك، ملك، ولكن يعني غير ادمي، ويعني مهدد بالسقوط في اي لحظه. ايوه والله يا باشا، اقسم بجلاله الله احنا كل يوم حته من البيت بتقع. احنا انا عايزاكم تطلعوا تتفرجوا على الوضع تشوفوه بنفسكم، انا مش طالبه حاجه، انا مش طالبه حاجه ليا، انا عايزه حاجه للعيال اللي تمدون مش اكتر. احنا يعني كان وحداني وتوفى. بنوجه رسالتك لمعالي السيد محافظ البحيره، وهو من الشخصيات اللي بتهتم ب يعني كل مواطنين محافظه البحيره ان هم يكونوا في امان، فان شاء الله بنوجه رسالتك للسيد محافظ البحيره ان شاء الله، وتليفونك معانا، ولو حصل اتصال ان شاء الله هنوجهه ليك باذن الله تعالى. معانا الاستاذ جرجس. الو استاذ جرجس، اهلا وسهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش عايز اسال استاذ عبد الله حاجه بخصوص التصالح. التصالح ده انت يعني هتوديها منطقه شائكه، اتفضل يا استاذ جرجس. انا واخد شقه في 2014 واخدها من الراجل ب 100,000، وجه قانون التصالح، فبقول لصاحب الملك قال لي انت واخد مني الشقه ب 100,000 والشقه دلوقتي عامله 250,000، وانا كنت كسبان منك 15,000، اروح انا اتصالح ولا اروح انت؟ قلت له مش مشكله، اي حد فينا. قال لي لا، المفروض تروح انت. قلت له ماشي. عايز اروح انا في الحي، بيقولوا لا، وبعدين سعر التصالح في الحي عالي عالي قوي بتاع السلام، ما مش قادرين نتصالح، يعني عايزوا يخفضوا السعر حتى، وبعدين يعملوها لنا بالشقه، بيقولوا لا لازم العماره. طب انا هجيب العماره كلها منين؟ محافظه ايه يا استاذ؟ القاهره طبعا، حي السلام. حي السلام، محافظه القاهره. تمام. السعر عالي قوي، وهو قال لي انا ببيع لك الشقه رخيصه، وشقتك دلوقتي غاليه قوي. قلت له ماشي، بس طب اروح اتصالح كيف؟ قال لي روح انت او تلموا بعضكم كسكان. رحت الحي انا و10 سكان، قالوا لا لازم العماره كلها، وفي حي تاني يقول لا بيقبل ان جزء من العماره. طب اشمعنى حي السلام مش قابل؟ وبعدين كمان السعر بتاع التصالح في السلام المتر عامل 400 جنيه كتير قوي علينا، وعامل 300 جنيه كتير قوي علينا، 400 و300 ما يقللوها شويه، واحنا برضه علشان الدوله تقدر تاخد حقها، واحنا برضه نعيش في امان. تمام يا استاذ جرجس، رسالتك وصلت، وان شاء الله استاذ عبد الله يجاوب على حضرتك من خلال الشاشه باذن الله تعالى. شكرا ليك. قانون التصالح والمشكله بتاعه المتر الموجوده في نطاق كل يعني محافظه، او في حي، تقدير كل حي او تقدير كل محافظه، يعني حاله زي بتاع الاستاذ جرجس يعني يتصرف ازاي؟ لازم ياسسوا هم مع بعض اتحاد شغالين، ويتجهوا هم كلهم او رئيس اتحاد الشغالين وامين الصندوق بيتجهوا الى الحي، وبيقدموا هم ورق التصالح بناء عن كل عن بقيه سكان العماره او ملاك العماره، وطبعا بعد كده بيقدروا ان هم يرجعوا على المالك بالفلوس اللي دفعوها دي، لان الفلوس دي اصلا المالك هو المخالف مش هم. بدعوى مدنيه. يرجعوا على المالك. يرجعوا على المالك طبعا، لان هو استفاد. ولكن هو بيقول لهم انا كنت بايع لكم بسعر رخيص عشان يعني كانت مخالف مثلا. لا طبعا، هو بيقول الكلام ده طبعا لانه هو باعه وخلاص وعاوز يخرب يعني. وهو اصلا يعني التصالح ده هو بيقدر يستفيد منه، لان عليه غرامات وعليه حاجات بيقدر ياخد فيها بعد كده، اذا العماره تم التصالح عليها بيقدر ياخد براءات في التصالحات او انقضاء الدعوه الجنائيه بالتصالح، وبالتالي هو مستفيد، فهم من حقهم ان هم يرجعوا عليه اذا تم التصالح عن الوحده، وهم مضطرين طبعا ان هم يقدموا التصالح
لان هيتم الازاله اذا ما قدموش فوق لاخر ميعاد طبعا 30/9. الحقيقه يعني مضطرين يا استاذ جرجس، يعني انا عارف ان الموضوع صعب، بس هو لازم كلكم تتحدوا وتتكاتفوا جميع الشاغلين، وزي بضم صوتي طبعا لمعالي المستشار ان تاسسوا اتحاد شاغلين بسرعه. وطبعا هيبقى مأمور الاتحاد له الصفه الاعتباريه لل يعني التصرف سواء مع الحي اداره الحي او التعامل القانوني بعد كده للحصول على الحقوق، سواء من باقي الشاغلين اللي ما تجاوبوش معاكوا في دفع يعني الاستحقاقات اللي عليهم، لان احنا لو في عقار مثلا مكون من 10 ادوار وكل دور فيه شقتين، فممكن بعض الناس يعني بتشوف ان في مجموعه هي اللي بتتقدم الامور فبتسيبهم يعني يدوروا وراء المصالح وانتوا هتضطروا تدفعوا. طيب نعمل ايه بعد كده يا سياده المستشار؟ هيبقى الناس اللي هي بقت في مجلس اداره اتحاد الشاغلين بيقوموا بكل الاجراءات، وبعد كده هم كمجلس اداره شاغلين بيقوموا بال يعني برفع دعاوى قضائيه لاسترداد مستحقاتهم، سواء من باقي الشاغلين اللي ما دفعوش مستحقاتهم او من الملك الاصلي هو البائع ليهم، ولكن ما يسقطش حقهم بالتقادم. لا 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 طبعا مش هيسقط حقوق، لو هو الملك استفاد. لا، ما الدعوه لازم طبعا تترفع خلال فتره معينه، خلال 3 سنين بعد ما هم ما يدفعوا طبعا الفلوس دي. وبعدين لا يعني من تاريخ شرائهم، يعني لو هم شارين بقالهم مثلا 10 سنين قانون التصالح يعني؟ لا، بالنسبه يعني حقهم من المالك، يعني اما يرفعوا دعوه على المالك يعني هل في فتره معينه من تاريخ الشراء لو انقضت ما لهمش الحق بمطالبه الملك بمستحقاتهم؟ لا طبعا، اصل هم بيدفعوا دلوقتي الغرامات دي ليه؟ هو بيستفيد في الوقت الحالي مش من تاريخ البناء. طب ما قانون التصالح بيشمل من 2008، يعني من 2008 بيقع تحت طائله قانون التصالح، فطبعا فتره كبيره. الحقيقه يعني ان شاء الله يعني مشكله تتحل يا استاذ جرجس، ونامل ان الموضوع يكون في الصالح العام. النهارده كنا بنتكلم على قانون الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهو من القوانين المهمه اللي وفرت كثير من الشقق السكنيه وحلت كثير من مشكلات الاسكان. ان شاء الله يعني في انتظار الاعلان الجديد ليها ليستطيع اكبر شريحه ممكنه من محدودي الدخل او متوسط الدخل من الحصول على هذه الفرص اللي اتوفر لهم بيئه امنه، وفي نفس الوقت تحقق لهم مكتسباتهم من العداله الاجتماعيه. في نهايه حلقتنا بنشكر المستشار سياده المستشار، يعني الحقيقه سعدنا بحضرتك خلال هذه الحلقه، والحقيقه يعني كانت اجابات حضرتك يعني مفيده من خلال متابعه مشاهدينا. شكرا لحضرتك جزيلا. اعزائي المشاهدين، بنشكر سياده المستشار عبد الله الطباخ المحامي بالاستئناف ومجلس الدوله، ونتمنى ان تتابعونا في حلقات اخرى ان شاء الله باذن الله تعالى.